جيزي تقدم لكم برنامج ماستر شيف. جيزي معها تقدر. مرحبا بكم احبابنا وناسنا في حصتكم في يوميات ماستر شيف. اليوم جبنا لكم كلاسيك تاع لا كوزين فرونساز، لو غراتان دوفينوا ولا غراتان بوم دو تير. وعلاش خيرت لو غراتان دوفينوا؟ باسكو ماذا بيا تعلموا هاد لا تكنيك تاع لو غراتان، وين الخضره تطيب في لا كريم ومن بعد عندكم ريدكسيون تاع لا كريم، ومن بعد تخدموها غراتيني بالفرماج. تقدروا تستعملوها كاع مع الخضره اللي تحبوها، تحبوا طيبوها اون غراتان. باغ اكزومبل على بالي بلي كاين بزاف الجزائر يحبوا غراتان تاع الشوفلور، تقدروا في بلاصه البطاطا برك نحوها وتحطوا الشوفلور في بلاصتها افيك لا ميم ريسيت. باش ديروا غراتان دوفينوا نولوا ليه، يلزم لكم بطاطا تشروها بيان، ومن بعد تقطعوها اون رونديل هكا بلا موندولين، رونديل تاع واحد نص سنتيمتر ديبيسور. تقدروا ميم ديروها ان بو موا، مي انا نديرها لكم هكا باش ما تكسر لكمش البطاطا تاعكم فاسيلمون. يلزم لكم ثاني فروماج، انا خيط فروماج غودا باسكو كاينو بزاف في الجزائر، فروماج صفر ابات مول ليمونطال ثاني يمشي طري بيان وكاعيتيك. وهذا الفروماج ميكسيوه مع شويه تاع بارميزون 100 غرام 100 غرام، شويه تاع جوز طيب نوا دو موسكاد، شويه تاع رند، شويه تاع التان، ودائما فلفل كحل والملح باش ناسيزونيو لا كريم تاعنا. يلزم لكم لتر تاع كريم اللي طيبوا بها والماتريال تاعكم. ديريكت لا كريم الداخل فوالا، تعالوا عليها دائما نكهو لا تاعنا، وحده تاع ثوم كما شفتوا ورقه تاع رند، شويه تاع زعيطره فريشكا، جوز طيب ا بو فري ربع حبه. كي ديروا جوز طيب ديروا غير قسمه تنكهو، هي قاويه ما تكثروش بزاف ا غروس كونتيتي. هذه جوز طيب اوكسيك شي مليحه للكور. ملحو ملحو مليحه ما تكثروش بزاف ماشي توليكم مالحه، يملحو بيان. وعلاش لازم لا كريم تدخل في البطاطا، مي ما تكثروش باسكو من بعد راح نديرو ريدكسيون لا كريم، دونك يتكونسونطراو لي سيل في لا كريم ديجا، وما لازمش تكون مالحه بزاف. فوالا هنايا لا كريم تاعكم تبدا تطيب، وتحطوا البطاطا تاعكم مقسومه اون لاميل، تبداو افروا ا لونغلاس باش تبدا تطيب البطاطا تاعكم. كي طيب البطاطا تاعكم صفيوها هكا، دائما لوتان تاعكم يجي من الفوق وحدو نحيوه، باسكو العواد هادو ما يقدروش ينتكلو، الا بقاو حبيبات هكذا ماشي مشكل، مي العواد نحيوهم تاع لوتان من الكراتان تاعكم. كي تصفيو تريكيبيريو لا كريم وديروها في اون كاسرول باش تختار، ومن بعد لا كريم اللي خدمتوها اون ريدكسيون تتقال قاعيتك تعمروها بلا كريم اللي تكون ريدويت هكا، حكموا بول خلطوا فيه زوج فرامج تاعكم. تعمروا بيان من فوق فوالا بيان في لي كوان، الا شتو تبان شويه لا كريم زيدوا شويه هكا، ومن بعد طرشون نوريكم عفسه تحكموه دوروا على صبعكم هذا هكا، شدوه هكايا باش تحكموا وديروا الاطراف ديالكم باش الفرماج كيدوب ما يلصق لكمش على الكوتي ويخرج لكم الكراتان ماشي شباب بزاف. راكو واجدين الفور سخون 180، تدخلوا وطيبوه واحد 15 مينوت باش تدوب ويقراتيني. الى عندكم الفور اللي يشعل من الفوق يقراتيني اللي فيه لا ريزيستونس من الفوق، ديروا له 2 مينوت بلا ريزيستونس مور ما يدوب الفرماج باش تحرقوه من الفوق حتى يخرج لكم هكذا. هاوليك غراتان ديالكم باش يخرج بيان غراتيني
حميمر كولر اورانج مع شي جوايه يكونوا محروقين، يقدر ما يتحرق اكثر، هذيك الحروقيه تخرج فريمون بنينه مع الكراتان دوفينوا تاعكم. كيما قلت لكم لا ميم تكنيك، برك فوسط لا كريم تقدروا ديروا شوفلر وتستعملوا كاع لي زيطاب اللي خدمتهم، ولا البروكولي ثاني يخرج فور البروكولي على حساب لي سيزون، على حساب الخضره اللي تلقاوها في المارشي، ولا على حساب الخضره اللي تحبوها نتوما. يعطيكم الصحه اللي تبعتونا اليوم، جيسبر راح تولوا دي بروفيسيونيل تاع لي غراتان. نتلاقاو بيانتو في يوميات ماستر شيف، بقاو على خير وتهلاو في رواحكم. قدم لكم برنامج ماستر شيف برعاية جيزي. جيزي معها تقدر.